ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل عندنا على شاشة القناة الأولى. والنهاردة الجمعة إزاي نعمل أكلة سمك بفكر جديد أحسن من المطاعم بره. هنعمل دلوقتي شوربة السيفود. تعالوا شوفوا مقاديرها على الشاشة. هي مش مقيدة بحاجة، بس لازم يكون فيه أكتر من ثلاث حاجات أو ثلاث حاجات عشان تاخد لفظ الجمع. يعني شوربة السيفود يعني مأكولات البحر. معانا كابوريا، معانا جندفلي، سمك فيليه قشر بياض، سبيت، وجمبري لحم. ممكن تحط استاكوزا، ممكن تحط قشريات تانية أخرى، ممكن تحط كاليماريا زي ما أنت حابة. جمبري لحم، كابوريا، سبيت، فيليه، وكمان معانا كابوريا مخلية. من الخمس الحاجات دولت إيه اللي بياخد وقت كتير في السوا؟ نعتقد إيه اللي بياخد وقت كتير؟ عشان لما نشرب شوربة سي فود تبقى كل حاجة مستوية في قلب الكاسرولة أو في قلب الطبق اللي بنشرب فيه. أكتر حاجة بتاخد السبيت، ده الطبيعي. فأنا هبدأ أول حاجة بيه أسويه تسوية السبيت للسي فود مدرسة. احنا بنشربه في الشوربه كده ما بنقدرش يعني بنبدا نبلع وخلاص، لا انا عايزك تمضغيه تلاقيه طري زي الجمبري. فانا عايز نشوف ازاي التركايه في تسويه السبيت او الكاليماري قبل الكابوريا وقبل الجمبري اللحم وقبل الجندفلي وقبل السمك الفيليه. مع طاسه على النار فيها معلقه سمنه مع معلقه زبده. السبيت ياخد الصدمه الناريه، عامل زي واحد يكون ماشي في امان الله كده تجيله ساعه قلبيه، ايه قلبه وقف. السبيت نفس القصه، لما نحطه في نار شديده بنعمل عملية تفصيص وتكتيك وتفتيت للأنسجة بتاعته، يوم يستوي بسرعة من غير أي توابل زي ما أنا عملت دلوقتي. السبيت أعتقد إن هو استوى، أه خد الشكل، أه الشكل ده كده، أه زي الفل يا عم الشيف. أه التحميلة دي مهمة جدا. إيه اللي بعد منه يا عم الشيف؟ شوية الكابوريا الحلوين دول. أه سهلة خالص الشوربة، أه كابوريا زي ما هي كده. يقول لك شوربة سيفود مخلية، اللي يقول لك شوربة سيفود مخلية ده مش أكل سمك. لازم الواحد يفصص الكابوريا ولازم الواحد يفصص الجندفلي، الحاجات الحلوه دي كلها. اه جمبري لحمه ينزل عليها زي الفل. معانا السند بتاعي وحبيبتي والمساعد بتاعي، حل على النار بتغلي فيها ميه بتبقبق، فيها شوربه سمك بتبقبق. شوربه السمك جت منين؟ من الراس والديول بتاعه السمكه. طب انا يا شيف بوغازي من زيك كده ما عنديش سمكه، والنبي لو جبت روس البلطي هيديك نفس الفليفر ونفس الطعم. اه نقلب كده ونشوف الدنيا عامله ايه. اه زي كده. اه اهم حاجه الزفاره هنا ملهاش مكان بينا. بفص المستكه والحبهان اللي انا حمرتهم في الزبده مع السبيت بس خلاص. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنشيل دي من هنا كده وخلص للشرب. بص بقى هنا الحلاوه، قال لك بص على الحلاوه. اه خلص الشوربه. اه شايفه نازله بيضه ازاي؟ اه اللي بيسال شوربه السيفود بيضه من ايه؟ اه من الشوربه الحلوه دي كده. اه كل دول يغلوا مع بعض. بتكون مجهزه كوبايه فيها معلقتين من النشا وشويه حليب صغيرين، وبننزل بيهم على الخليط ده كده يدينا القوام بتاعي، الملمس الحلو بتاع شوربه السيفود. بتنزلي في الكرفس في اخر مرحله قبل التقديم مباشره. خلصت الشوربه معانا زي الفل. تمام هتين ناخد بالحلة دي لغاية لما خلصها. اه زي الفل. نقلب دول كده. اه الله سيب ده يا عم الشيف يغلي مع بعضه كده. اللهم صل على النبي. قشريات، رخويات، اسماك. البحر ده فيه تلات عائلات والتلات عائلات اغنى من بعض. قشريات يعني كابوريا يعني جمبري يعني جندفل يعني استاكوزا، رخويات يعني سبيت وكاليماري والمحار او الاخطبوط. اما الاسماك خدي بقى عندك قشر بياض، هامور، فيليه، سمك بلطي، البوري، دي كل انواع الاسماك المعروفه. هنشيل طبعا الحاجه دي من هنا ونوسع لنفسنا كده عشان نشوف الصوره الحلوه. كده انا خلصت من الشوربه، اسيبها على النار تغلي. بس انا عايزها تاخد بس فوره كده، واجهز شويه الحليب مع شويه النشا. دول مهمين جدا عشان يديله القوام بتاع الشوربه. اه معانا حليب. اه ده البياض بتاع الشوربه. كريمه اللباني في اخر مرحله. دول الحليب دول كفايه قوي. اه زي الفل. وشويه النشا. تمام حلو قوي اهو. بس ده القوام بتاعي. اقلبهم كده. ليه ما نزلتش بيهم على الشوربه وهي سخنه؟ هيكلكع منك. اه ده بره خالص اهو. اه بس ما تنزليش بيهم غير لما تغلي. آه. بس خلاص. اه زي الفل. تمام. شوف اخبار السي فود، ده بص عليه كده ايه الحلاوه والجمال ده. اه
زي الفل. نقلبه واحده بيشتغل خلاص انا خلصت برضو انا مش هقفله غير مع حضراتكم خلص السيفود بتاعي الله 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 اللهم صل على النبي. رمضان في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. احنا كمان على القناه الاولى السر في التفاصيل. اللي انا عملته في الفصل للامانه لما لقيتها بتغلي وخلاص استوت عايز اثبت القوام بتاعها، فخدت النشا اللي انا مدقوه مع حليب وحطيته لو بالشكل ده كده كمل مع بعض شوربه زي مع شويه كريمه لباني حسب شوربه كده جاهزه. بس لما نيجي للحق بيني وبينكم يعني هي ضعيفه، ضعيفه الشخصيه. هي شوربه ممكن اكلها في اي مكان حلوه وزي الفل وتمام وهتعجب ضيوفك، بس لازم انت بتتفرج على الشيف المغازي. ايه الفرق هنا؟ لازم في رؤيه وفن وابداع. تعالوا شوفوا هعمل ايه. معايا طاسه ثانيه على النار، بحط فيها معلقه زبده صغيره، التركايه دي مهمه جدا ومعايا معلقه توم صغيره. شوفوا بقى التركايه دي مهمه جدا ما استناش على التوم ده لما يتحمر. انا مش بعمل فته، السمك ما يحبش التومه المتحمره خالص بنزل مكعب زبده، معايا شويه كرفس حلوين الله زي الفل. فاكرين ولا ناسيين قشر الجمبري اللي كان معايا؟ قشر الجمبري ده اللي كان معايا من الجمبري اللي انا حطيته في الفرن هنا الله، هنا الشخصيه بقى واسيب دول على النار. ونرجع لصديقتي، شفت التركية دي مهمه جدا اخد الريحه بتاعت الجمبري والفوسفور العالي لغايه لما الرز دي شكلها يتغير، وشكلها مش هيتغير غير لما احط عليها شويه شوربه من الشوربه اللي عندي الحلوه دي كده شايف الجو ده جو ده دول هرجع اصفهم تاني على الشوربه دول بقى هيلقوها المكان تاني خالص، هياخدوها كده وتروح تقعد مع النجوم والقمر الامانه زي ما هي كده غلوه الله على الريحه. انا شام قاعد جنب البحر، فوسفور عالي جدا، هاخدهم زي ما هما كده واصفيهم ادي التفاصيل. موضوع كبير زي الفل تمام خلص. الشوربه بتاعتي خلصت، نغرفها ونقدمها بألف هنا وشفا للي يشرب زي الفل الكرفس بتنزلي بيه في اخر مرحله، الشوربه جاهزه هنا بألف هنا وشفا. طبق التقديم يا عم الشيف فين؟ هو ده اللي بدور عليه هنا مكانه. ونشيل الحاجه من هنا نوسع لنفسنا، احنا خلصنا خلاص ونشيل دي من هنا. دايما شوربه السي فود تخليها على النار بس المغرب قرب ياذن تغرفيها، الحاجات دي مهمه جدا على فكره. اشيل حاجه القطايف كده واخد الشوربه دي اغرفها اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي تمام. ايه الاخبار كابوريا؟ از كابوريا الله يرحم فناننا الجميل احمد زكي. از كابوريا لو ازودي اعمل ايه؟ أو جمبري، سمك فيليه، سبيط استوى، سي فود. وانا مش مع الشوربه تبقى مخليه، الشوربه لازم تكون بالقشريات بتاعتها اللطيفه، واشوف الثلاث قبايل في قلب الطبق بتاعي اشوفهم بعينيا. اما مخليه دي تايه ما بين نوع السمك نوع الجمبري وحاجات كده تفاصيل يعني، فايه المشكله لما نشربها كده؟ الف هنا وشفا. هقول لك حاجه حلوه بقى هتدعي لي، الشوربه الباقيه عندك دي ما ترميهاش، حطها في قلب الثلاجه. بكره باذن الله هتجيبي شويه اسباجيتي تسليهم نص سوا، وبعد ما يتسلوا نص سوا تاخد المكرونه دي تخليها تكمل سواها في قلب الصوص ده او في قلب الشوربه دي، هتدعي لي. حلو الكلام؟ اقول تاني المعلومه دي مهمه جدا. عندك مكرونه اسباجيتي تاني يوم يعني ولادك اسمها مكرونه بالسي فود، هتسلوا المكرونه نص سوا اخوانا حبايبي. المكرونه بعد ما تتسلق نص سوا باخدها تكمل سواها في الشوربه دي، هتدعي لي للامانه، هتبقى مكرونه بالسي فود، عملت اكله تانيه خالص بدون تكلفه. حلو هنخليها على جنب.
نشوف الجمبري البتر فلاي بتاعنا وصينيه السمك بتاعتنا اللي بتديني. اللهم صل على النبي. هو ده. يشيله كده من النار.